جمال الدين دمارجي طبيب الفاف أن تكاليف فحوصات بي سي آر لكل المعنيين بالسوبر من أندية، حكام، صحفيين وحتى سلك الأمن والحماية المدنية ستكون على عاتق الفاف والرابطة أيضا. بالطبع تكون إجراءات وقائية وتطبيقا للبروتوكول سانيتار كيطابلي بار لو ميسي دو لا جونيس، ونكونوا هنا صارمين في كل أشياء راهي موضوعة على حسب البروتوكول. كل انسان عنده المهام تاعو، والطاقم الطبي تاع الاتحاد والطاقم الطبي تاع الرابطه يقوا الاجراءات اللازمه، وراح يديروا بازومب اتيتيزومب لا بي سي ار دوات نيجاتيف بو تو الموند، جميع اللي يشاركوا في هذا الفرح هذايا كالحكام كالمسيرين كالحمايه المدنيه الشرطه كلهم يخضعوا للاجراءات بي سي ار وتحت على عاتق الرابطه المحترفه. هذا حتى الصحفيين بالطبع.